هذا البرنامج برعاية رامي. السلام عليكم. ما سمعت والو، راكم كاميرا قديم. راكم حابين تشوفوا مفاجآت؟ يلا مالا نبداو مع المفاجأة الأولى والكبيرة كامل. شكون حاب يشوف عمو يزيد؟ شكون؟ يلا مالا كامل نعيطوا مع بعض. عمو يزيد. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. إذن العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. هذه التحية أهديها لكم نيابة عن بلدية عين تاكوريت ولاية تيبازا، اللي دائما دائما سباقة. والله غير شرف كبير أن يكون هنا اليوم في هذه الطبعة الخامسة لمهرجان التلاميذ النجباء. بالعلم ترقى الأمم، الشيء الوحيد اللي يرقي الأمم هو العلم. إذن يجب تشجيع طالب العلم. إذن راح نبدأ اليوم في هذا المهرجان. راح مباشرة أحيل الكلمة بعد ترحيبي بالسلطات اللي محاضرين معنا، سيد رئيس البلدية، سلطات الدائرة، سلطات الولائية، مرحبا بكم، وكذلك الجمهور مرحبا بكم. شكرا 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 شكرا. شكون اللي كان هنا العام اللي فات؟ شكون اللي جا هذا العام برك لأول مرة؟ إذن مرحبا بكم مرحبا بكم. هذا الموعد مهم جدا، مادابيا إن شاء الله يا ربي نتعاونوا كامل باش هذا الموعد يقعد ثابت على بالي باللي بلدية عين تاكوريت وقفة، وعلى راسهم السيد رئيس البلدية واقفين على هذا التاريخ، لأنه مهم، لأنه عندهم قناعة تامة باللي تشجيع طالب العلم هو اللي رايح يحفزه باش يجيب نتائج أكثر. إذن أحيل مباشرة الكلمة للسيد رئيس لجنة ثقافية. تفضل تفضل، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك أستاذ، تفضل شرفتنا. مرحبا مرحبا، تفضل تفضل. بسم الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نرحب بكل السلطات المحلية والدائرة، الأجهزة الأمنية، الحماية المدنية، وبكل الضيوف من أولياء
وتلاميذ وكل الحاضرين في هذه الطبعة الخامسة لمهرجان التلاميذ النجباء لبلدية عين تاكوريت. كما نرحب أيضا بعمو يزيد وفرقته الحاضرة معنا في كل مرة. بما أن هذا المهرجان يخصهم، يخص تلاميذ النجباء، فهناك فئة تحصلت على أعلى المعدلات، فنقوم أيضا بتكريمهم. نبدأ بالتلميذة رمضان ندى فاطمة، تحصلت على معدل 10 من 10 من بلدية سيدي غلاس، تتفضل إلى المنصة. رمضان ندى. أيضا التلميذة إم سعاد ريما، تحصلت أيضا على معدل 10 من 10. إم سعاد ريما تتفضل. حمدود منال، حمدود منال. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه. سيد عبد القادر هني عضو المجلس الشعبي البلدي. إذا نظن باللي الأطفال اللي نالوا شحال من واحد نال 10 على 10؟ 10 2 2 2 2 10 على 10، يعني حاجة من أروع ما يكون. يا أطفال هذا الشيء يحفزكم باش تقراو، يحفزكم باش تقراو. هذا هو الهدف تاعنا احنا، أنكم تشوفوا الأطفال وتعرفوا بلي كل شيء ممكن. يعني الإنسان، عبالكم يا أطفال ما هو الفرق بين إنسان فاشل وإنسان ناجح؟ هو الإرادة والمثابرة، لازم تقرأ. وكاين سر، إذا كان الدرس قريته اليوم ما رجعتوش في نفس اليوم ما راحش تنجح فيه. إذا كنت تنتظر نهاية الأسبوع باش دير مراجعة عامة، الدرس تقرأه العشية تراجعه نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، ساعة. يا أخي أطفال هذا وعد. إذا المعدلات الأخرى 9.80 شحال؟ 9.99. 9.99. والله تصفيقة تصفيقة تصفيقة. معدل 10 ومعدل 9.99 تصفيقة تصفيقة. والأخرين شحال؟ 9.80 و9.70. الله يبارك، تصفيقة عليهم ولولوين كذلك. لولوين لولوين لولوين. والله جميل جميل. أنا قبل ما نعطيهم الهدايا راح دقيقة نغني لهم أغنية مبروك النجاح عليكم، درتها خصيصا للأطفال اللي توفقوا في الامتحانات. إذن مبروك النجاح عليكم، بقوا معايا. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا
شهادة أخرى باكالوريا وزد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجاحكم هو الأساس لعقوبة لشهادة أخرى لعقوبة لشهادة أخرى باكالوريا وزد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب في نال بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب في نال يا كلي يتعب في نال لولوي لولوي على أولادنا ربي يوفقهم إن شاء الله ربي يوفقهم الله يخليك إذن شكرا لعمو يزيد على هذه الأغنية الجميلة شكرا إذن بها إذن تفضل الأستاذ نكموش يحيى عضو مجلس الشعب البلدي تفضل أيضا سيد الأمين العام تفضلوا. سيد الأمين العام سيد الأمين العام يتفضل لتقديم الجائزة الأولى إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد راعي حصة أولادنا تحت جناحنا وراعي مدينة عمو يزيد الترفيهية السيد حنيكة جلالي أبا إلا أن يشارككم رئيس مجلس الشعب البلدي السيد عبد القادر هني عضو مجلس الشعب البلدي السيد يحيى نكموش عضو مجلس الشعب البلدي أستاذنا القادر مفتاحي عبد الرزاق مدير مدرسة الشاطئ بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا يتفضل السيد الأمين العام مرة ثانية السيد الأمين العام مزاور عبد الله إذا صورة تذكارية الإخوة فضلوا صورة تذكارية ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين مع الصورة التذكارية لولاويل ينسى على أولادنا ربي ينجحهم إن شاء الله لولاويل أسمعنا والو يعطيكم الصحة سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب في نال بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال هنيئا لأطفالنا هنيئا ما زالت الجوائز وما زال نكرموا الأطفال يا أطفال تحبوا تقراوا سؤال آخر تحبوا العطلة تحبوا تقرأوا تحبوا العطلة إذن عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة ولكن قلت تاني أساعد أبوي في البيت أسافر أرسم أقرأ كتبا أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا إذن يا أطفال العطلة مليحة ولكن مليحة المطالعة مش شرط أنك تقرأ الدروس وكامل ولكن تطالع الكتب يا أخي إذن بدلنا جهدا ودرسنا بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة وها نحن اليوم في عطلة جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا ها نحن اليوم في عطلة يلا كامل كامل كامل
نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا ونحن اليوم في عمر. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. وش راك؟ لاباس لاباس. وش تقول لهم؟ هاتي مصحة اللي قرأوا بصحتكم كلهم. مبروك عليكم. مبروك عليكم. نيلا بروك عليكم. نيلا تكونوا مكاع تكونوا مكاع ما فهمي تكونوا مكاع. خويا رشيد رشيد خويا رشيد خويا خويا الله يخليك الله يخليك. تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه. شكرا شكرا يا أطفال. شكرا. سؤال سؤال. غدوة غدوة يوم 16 جوان هو يوم مهم. هو ماذا يصادف يوم 16 جوان؟ شكون اللي يعرف؟ شوف الهيك شوف الهيك. شكون اللي يعرف غدوة ماذا يصادف يوم 16 جوان؟ دقيقة نبداو باللي راهم الهيك باش ما يقولكش باللي ما التيتوش بينا. يا اخي واسمك؟ هني هبة. هبة واش راكي لاباس؟ لاباس. شحال في عمرك هبة؟ 10 سنوات. الله يبارك. واش السنة الدرسي؟ 5 ابتدائي. جبتي سيزيام؟ نعم. شحال المعدل؟ 6.50. الله يبارك الله يبارك. واش يصادف غدوة بنتي؟ يوم الطفولة. ما كيش بعيدة على الجواب، ما كيش بعيدة هو حقيقة، ولكن هو يوم معين. شكون يقدر يقول لي؟ شوف شوف الشابة هذه هنا، شوف هنا. أميمة. واسمك؟ أميمة. أميمة شحال في عمرك؟ 11. واش سنة تقراي؟ سنة أولى متوسط. معليش بنتي معليش. واش هو الجواب؟ سيتو. معليش بنتي معليش معليش. شكون اللي يعرف تاني؟ شوف منا بينجو تقدم. واشن؟ انا حبك. انا واشن؟ انا حبك. اوه ماما انا نحبك. بوسني بوسني. انا حبك. ماما انا نحبك وليدي. اوه الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الحمد لله. واسمك؟ غادة. واسمك؟ غادة. غادة شحال في عمرك غادة؟ 10. 10 ايام؟ 10 سنوات. بلي 10 سنوات. واش من سنة تقراي؟ 5 ابتدائي. جبتي السيزيام؟ نعم. شحال المعدل؟ 9.20. واو
برافو، انت باينه شاطره، انت باينه باينه. واش هو الجواب غدوه؟ واش هو اليوم العالمي للطفل الافريقي؟ واو 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 واو. تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي. اليوم العالمي للطفل الافريقي، تعالي بنتي. اذا اعطيني الهديه تاعها، اعطيني الهديه تاعها. رامي راعي برنامج مع عمو يزيد ابى الا انه يكون معنا اليوم في هذا اليوم اللي هو مهرجان التلاميذ النجباء، يعطي لك هدية لأنك شاطرة بنتي. تفضلي تفضلي، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو. واش تقولي لهم؟ ياخذوا رأي الوالديهم. طاعة الوالدين يا أطفال. شكرا شكرا شكرا. طاعة الوالدين مهمة جدا جدا جدا. تعالوا عيونكم إلينا انضموا عمو يزيد، عمو يزيد.
زيد كان أو سبق أن أشكر البلدية على هذه على هذه المجهودات التي أقيمت بسبب هذا المهرجان الرائع. وبهذه المناسبة ارتأت اللجنة الثقافية البلدية إلى أن تقوم بتكريم السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي على هذه المجهودات الجبارة التي يقوم بها في الميدان الثقافي. فالمطلوب من السيد الأمين العام للبلدية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة الثقافية البلدية الحاضرين هنا التقدم إلى المنصة. كل أعضاء اللجنة الثقافية من المطلوب منهم الصعود إلى المنصة. أعضاء اللجنة الثقافية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي. وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبيدات، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، وارفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين. يتفضل نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي والسيد الأمين العام وكذا أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة الثقافية للبلدية لتكريم الرئيس جربوعة جلالي على المجهودات التي يقوم بها في الميدان الثقافي لهذه العهدة الخامسة أو الطبعة الخامسة لتكريم لإقامة هذا المهرجان، مهرجان الثقافي للتلاميذ النجباء. إذن الصورة التذكارية تبني مستقبل لحياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. كل هذه الفرحة وكل هذا الاحتفال والابتهاج من أجل أبنائنا الأعزاء التلاميذ الذين اجتهدوا والذين هم بحاجة إلى هذا الترفيه بعد جهد جهيد. اللي يتعب بينا لبلتوا مجهود وتعبتوا وصهرتوا ليالي طوال، وصهرتوا ليالي طوال. شكون اللي يعرف الآية تاع طاعة الوالدين؟ شكون اللي يعرف الآية تاع طاعة الوالدين؟ بينغو، شوف الشابة هذي، روحي عند بينغو بنتي تعالي. واسمك؟ وين راكي؟ فوالا. واسمك بنتي؟ فوضي المفيدة مريم. قرب لها الميكرو بينكو. فوضي المفيدة. مفيدة، أعطينا الآية تاع طاعة الوالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. ولكن شكون اللي يعرف الآية كاملة؟ شكون اللي يعرفها كاملة؟ تعرفها؟ شوف شباب هذا وش يقول. يعطيك الصحة بنتي تعالى. واسمك؟ عبد النور كمال. كمال كمال، الله يبارك. قلنا الآية كمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. لا مازال يخص شوية يا أخي، مازال يخص نقصة. برافو وليدي، برافو، ولكن نقصة. معليش، شكون اللي يعرفها؟ برافو برافو وليدي، شكون اللي يعرفها كاملة؟ أنا. شوف الشابة هذه، واسمك بنتي؟ عفاف محمد بالكبير. عفاف، شحال في عمرك عفاف؟ 10 سنوات. الله يبارك، متفوق انت يا تاني. ايه شاطره، الله يبارك. قولي لنا الايه بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي 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 تعالي. شحال جبتي المعدل؟ 9.20. برافو برافو برافو، شاطره 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 شاطره، الله يبارك الله يبارك. اعطيني الهديه تاعها،
أعطيه الهدية تاعها. إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وحصة أولادنا تحت جناحنا وعمو يزيد شو يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها بنتي. قولي لهم كلمة. قراو مليح وصحة فطوركم وصحة سحوركم. سلام. شكرا شكرا شكرا. علاش سقسيتكم مع الوالدين؟ عمو يزيد دار أغنية نقول فيها لا أقول لكما أف ولا أنهركما، نعاملكم بلطف ونطع أمركما، نعاملكم بلطف ونطع أمركما، نحبك يا أمي ونحبك يا أبي. سعادتي شو لو حفظها؟ بعتهم اليوم حافظين هذوك في أربعة. يلا تعالوا تعالوا غنوا معايا. شكون لو حافظها كاملة؟ تعالي 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 تعالوا كي حافظتها. تعالي شكون لو حافظ تاني؟ هذا ما كان. روحي منا. شكون لو حافظ تاني؟ غني. مش راك هيا قعد معنا، هيا قعد معنا. إذا تغنوا كامل معايا، نحبك يا أمي نحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ديما ساكن في قلبي وديما ساكن في قلبي. برافو ديما ساكن قلبي. يلا كامل معايا. نحبك ماماتي نحبك أباتي، يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، انتم حياتي وسر لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، انتم حياتي وسر برافو 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 برافو. شكرا شكرا شكرا. اذا لا اقول لكما اف ولا انهركما، وانطع امركما، وانطع امركما. جا
جميل. بلدية عين تاكوريت خرجوا لي كرون مويا هذا العام، يعطيكم الصحة. فريمون شيء جميل جميل يشرف، وخاصة أنه هذا الجمع الكريم هذا كاع راهو هنا من أجل نجاح ولادنا ومن أجل تشجيع ولادنا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.